وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. إليك سارة. شكراً لكم مشاهدينا، هذه أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. ونبدأها من القاهرة 30-18، الإسكندرية 24-17، مطروح 23-17، بورسعيد 24-18، الإسماعيلية 30-18، السويس 29-19، العريش 24-17، طابة 31-18، شرم الشيخ 33-22، والغردقة 33-21، الأقصر 37-21، أسوان 38-22، الوادي الجديد 34-19، شلاتين 32-22، وأخيراً حلايب 30-20. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.